متحف غاتاي ثاني أكبر متحف فسيفساء في العالم، بما لديه من الفسيفساء التي تم على لوحاتها تصوير الفترات الأسطورية، والتي يبلغ حجمها 1250 مترا مربعا تقريبا. إذ أن الفسيفساء الموجودة في المتحف تصور آثار الحياة لكثير من الحضارات، مثل الحتيتيين والأشوريين والروم والبيزنطيين. المتحف تم افتتاحه عام 1948، كما أنه قد وسع من خلال إضافات في بنيته ما بين عام 1969 و1973، ومن ثم تم وضع أجهزة تقنية ومكيفات من أجل حماية الآثار من الرطوبة، وكذلك تم وضع لوحات معلومات للزائرين. ومتحف هاتاي الذي أصبح ثاني أكبر متحف فسيفساء في العالم من بعد افتتاح المبنى الجديد له، سوف يعزز موقفه هذا ويطور نفسه. فالمتحف فيه نحو 35,000 أثر من الآثار الحجرية والمنحوتات والعملات، إلا أنه يتم في المتحف عرض 3,000 منها فقط. الفسيفساء الأخرى في المتحف موجودة تحت التراب، حيث هناك محاولات لإنشاء وبناء متحف جديد لعرض تلك الآثار فيه. كذلك فإن متحف هاتاي يشد انتباه السياح المحليين والأجانب دائما، وذلك من خلال الفسيفساء الموجودة فيه، إذ أنها من أروع أمثلة الفن في عهد روما وبيزنطة، كما أنها ترمز لأحداث أسطورية وأشخاص بأحجار مختلفة الألوان. من المتوقع أن يزيد عدد الزائرين للمتحف هذه السنة عن 100,000 زائر، في حين كان هذا العدد في السنوات الماضية نحو 80,000 زائر. من أروع لوحات الفسيفساء في المتحف أورفيوس وسارهوش ديانوسوس وكيمبوز أوكيانوس وتيثيس.